طبعاً نحن اشتغلنا مع داكترونكس في مناطق عدة في المملكة، والمملكة تعتبر يعني من أكبر مناطق الشرق الأوسط. اشتغلنا في الرياض وهي الحجم الأكبر والأضخم الآن. إن شاء الله بإذن الله بالمستقبل إن شاء الله نطمع في التعامل مع داكترونكس في جميع مناطق المملكة. الآن نملك مجموعة كبيرة من الشاشات تصل إلى فوق 100 شاشة مختلفة الأحجام فول كلر. وجدنا أن داكترونكس جدا يعني ملتزمين في إيصال المنتج في الوقت، وحريصين على السيرفس بعد وصول المنتج. كذلك يعني نشكرهم على يعني اهتمامهم على زيارة المواقع والمشاريع والاتصال وكيفية الوصول للرضا التام للعميل. حقيقة يعني نجد الرضا التام من المجتمع ومن المسؤولين ومن على هذه الشركة الحقيقية.